الذي لا تفرح في نفسك. المهيبة انت في كلا لك دي علاقتي. الحمد لله. شكرا للا نيابة عن الجميع. كل سعاد شغل تقترحي علينا. عندي بهلة بالكاكاو وواحد العصير خفيف. يلا تفضلي بهلة بالكاكاو. عندنا ربعة زبدة. ربعة ديال الزبدة مزيان 50 غرام. سكر. جوج. عنده. نعم. جوج كيسان ديال الزيت. نعم. عندنا كاس ديال الزنجلة محمر. كاس ديال الزنجلة محمر. عندنا كاس ديال اللوز مطحون مكسر. وكاس ديال اللوز مطحون هكذاك خضر مطحون ياك. مطحون مكسور نعم. عندنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو. جوج معالق كبار ديال الكاكاو وشكلات غبرة. عندنا معلقة ديال القرفة. معلقة كبيرة هي ياك؟ نعم. لا معلقة صغيرة. معلقة صغيرة. وعندنا قبصة ديال الملحة. وقبصة ديال الملحة. والدقيق حسب الخالق. والدقيق. ما تكونش قاصحة وما تكونش مخوفة بزاف. وين جات لي تسكن غريبة. نعم. هنا هذوما المقادير. نعم هذوما المقادير. الله يجازيك بخير يا سعاد. قلتي لنا ربع زبده. نعم تفضلي ربع زبده. جوج كيسان ديال السكر العنبه. جوج كيسان كيسان ديال العنبه باش نعبروا. نعم نعم. جوج كيسان الزيت. نعم. كاس ديال الزنجبيل المحمر هكذاك صاين ما نطحنوش. هذاك حبوبان. نعم. عندنا كاس ديال اللوز مطحون مقصود. نعم. جوج معالق كبار ديال الكاكاو ديال الشوكولات غبره. نعم نعم. معلقه صغيره ديال القرفه. نعم. قبيصه ديال الملح. قبيصه ديال الملح والطحين. ثلاثه ديال الخمارات ما ذكرتهمش في الاول. نعم. ثلاثه ديال الخمارات حمر. والدقيق حسب الحاله. نعم. طريقه سعاد؟ كان ناكل الزبده مع السكر كترجع بومات. نعم. كنضيفوا الزيت وكنضيفوا ديك الزنجلان واللوز والقرفه والملحه. في الاخير كنزيد الدقيق مخلط مع ديك الخمارات وديك المعالق ديال الكاكاو وكنديك هو مزيان كنطلق هو مزيان. نعم. وكندهنوا اللاطه ديالنا الفران وكنشكلوها غريبه ما كنتكيش عليها كنخليوها هكاك كنكوروها ونحطوها هكاك. نعم كنكبطها. نعم شويه وكندخلها الفران تدخل من الجهه التحتيه ديال العافيه باش كتساق. يعني كنطيبوا لها الوجه ديالها في الاول. في الوجه باش كتحل. نعم. وملي كتحل كنطلعوها نفوق تدخل من الجهه التحتيه. نعم. ومن الاحسن الا كان الانسان قريب له الفران، الفران ديال الزنقه كتجي زوينه احسن. هي الغريبه كتجي رائعه في الفران ديال الزنقه غريبه. وكان اللي عنده ديك اللاطات ديال الغريبه ديك اللاطات اللي كتجي بهم مغرفه. نعم. كتجي رائعه. ديك الخشب اللي كنصاوبوا به تنشكلوا به لا 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 ديك اللاطات اللي عندهم ديك ديال الغريبه اللي كنحطوا عليهم بس كتجي مغرفه من التحت. نعم نعم. ناخذوا الوصفه الثانيه سعاد. عندي عصير من التفاح. يلا تفضلي عصير ديال التفاح. عندنا كيلو ديال التفاح. كيلو ديال التفاح. جوج لتر ديال الماء. جوج لتر ديال الماء. عندنا عصير ديال جوج حامضات. عصير جوج ديال الحامض. نعم. وعندنا السكر حسب الذوق. السكر. نعم. صافي هادشي اللي محتاجين في هاد العصير. هادشي اللي كاين. قلتي لنا. نعاودو المقادير. نعم. تفضلي عاودو منها يلا. عندنا كيلو ديال التفاح. جوج لتر ديال الماء. عندنا عصير ديال جوج حامضات. والسكر حسب الذوق. طريقة كنقطعو ديك التفاح طريفات كنقيوه ونقطعوه ونديرو يطيب ديك الما اللي عندنا حتى كيطيب. نعم. ملي كيطيب كنخليوه يبرد وكنضيفو نضيفو السكر والعصير ديال الحامض وكنطحنوه في الخلاط وكنطيب. هو ما تياخدش الوقت بزاف غير غلي دغيا 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 كيطيب. نعم. ملي كيبرد كنضيفو له العصير ديال الحامض والسكر وكنطحنوا في الخلاط وكندخلوه ونقدموه بارد بالصحة والراحة. يعطيك الصحة. واحد التحية لجلالة خاطرك على خاطري وعيني يا لالا تفضلي. الله يبارك فيك. نقدم تحية خاصة لصديقتي حفيظة وأسماء وجميع عائلة البصري وعائلة الناظر وكل من كان يعرف سعاد أم أيمن. شكرا. العفو لالا تبقي على سعاد. شكرا جزيلا.